أهلا بكم في ترند. انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأورام لأم وهي تحتضن طفلها بقوة. الصورة تعود لسيدة فايزة حي الله التي روت تفاصيل تلك اللحظات المرعبة وقالت: شعرت أن الموت يحاصر ابني ويريد اختطافه إما بالسرطان أو بالإرهاب، فاحتضنته بقوة حتى لا يضيع مني. وتقول: في تلك اللحظة وجدت أحد المصورين يلتقط لي تلك الصورة، ووقتها كنت أشعر برعب حقيقي وشعرت برائحة الموت تحيط بالمكان من كل جانب، مضيفة أنها لا تحب التصوير ولا تريد نشر صورها، حتى فوجئت بجيرانها يخبرونها بأن صورتها التي تحتضن فيها ابنها وتشعر خلالها بالرعب انتشرت وغزت وسائل الإعلام ومواقع التواصل. يبدو أن اللاعب الفرنسي غوميز نجم فريق الهلال السعودي قرر هذا العام الاحتفال بعيد ميلاده 34 بطريقة مختلفة، فقد حقق نادي الهلال انتصارا مستحقا أمام الأهلي مساء أمس، وأحرز غوميز الأهداف الثلاثة الأولى للهلال، وهو ما تسبب في حصوله على جائزة رجل المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبدالله الدولي الجوهر المشعة في ذهاب دور 16 من دوري أبطال غرب آسيا 2019. وبعد المباراة تبادل نجوم الهلال والجماهير التهاني بالفوز على تويتر مستخدمين هاشتاغ الأهلي وهاشتاغ الأهلي والهلال. أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه اكتشف بعض المشاكل في إعدادات منصته أدت إلى جمع بيانات المستخدمين ونقلها لأطراف ثالثة لغرض الدعاية دون الحصول على إذنهم. وقدمت تويتر اعتذاراً على موقعها الإلكتروني، كما تعهدت باتخاذ خطوات لعدم تكرار الخطأ، وقالت: تضعون ثقتكم فينا لتنفيذ اختياراتكم ونحن أخطأنا في هذا. نشر الشاب المصري أحمد حجازي عبر حسابه في الفيسبوك مجموعة من الصور مع والدته احتفالا بتخرجه من الجامعة، وسرعان ما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور. وأراد أحمد أن تحضر والدته جلسة التصوير، وذلك تقديرا وتعبيرا عن امتنانه لها. وقال أحمد عبر حسابه في الفيسبوك: أمي حياتي، صاحبة أجمل ضحكة في العالم، والدتي تعبت في تربيتي وقررت أن أرد لها الجميل. أما والدته فقالت: شعرت بسعادة كبيرة بتكريم ابني لي. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.